لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. وزعتم في القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين وبالاشتراك مع منظمة أم القرى منحة مالية في الموصل، ما تفاصيل هذه الحملة المشتركة؟ بداية تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. مما لا يخفى على حضراتكم وعلى كل متابع ما يعانيه أهلنا في الموصل منذ انتهاء العمليات العسكرية من تدمير البنى التحتية، وكذلك غياب واضح للجهد الحكومي في إعمار المدينة، وأيضا غياب الجهد الإغاثي للمنظمات غير الحكومية، ومما زاد في معاناة العائلات فقدان فرص العمل للشباب، وأيضا الظروف المناخية السيئة حيث تعرضت المدينة خلال زيارتنا لها إلى هطول كثيف للأمطار وإلى سيول جارفة في كافة مناطق الموصل. مع ذلك استطاع كادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى الوصول إلى الجانب الأيمن من المدينة، وتم توزيع المنح المالية على العائلات الموصلية الكريمة الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شمل التوزيع 300 عائلة كان يعني نصيب كل عائلة 50,000 دينار عراقي. جاءت هذه المبادرة من هيئة علماء المسلمين للتخفيف عن المعاناة التي يتعرض لها أهلنا في الموصل، وبدورها شكرت العائلات هذه المبادرة من هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى. وهنا لابد أن أذكر أن هذه الحملة هي ليست الأولى ولن تكون إن شاء الله الأخيرة. نصيب محافظة الموصل من الحملات التي تقوم بها هيئة علماء المسلمين يكون لها الحظ الأوفر في كل الحملات التي يقوم بها القسم الإغاثي. دكتور أحمد، باعتباركم كنتم في زيارة هذه العائلات في الموصل، كيف وجدتم الأوضاع في جانبي الموصل الأيمن والأيسر من النواحي الاجتماعية الخدمية وحتى الإنسانية؟ الملاحظ من خلال زيارتنا أن خصوصا الجانب الأيمن من مدينة الموصل البنى التحتية، المؤسسات الحكومية، المدارس، المراكز الصحية كلها مدمرة بالكامل، إضافة إلى البيوت، حيث أن شاهدنا بيوم أعيننا أن كيف السيول تدخل إلى البيوت، ويعني معاناة كبيرة جدا يعاني منها أهالي الموصل من حيث كذلك التنقل من مكان إلى آخر، وكذلك سد الجسور الرابطة بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، مما يزيد من معاناة الأهالي في الحصول على لقمة العيش وكذلك يعني فرص العمل. ويعني الواضح أنه يعني منذ انتهاء العمليات العسكرية لحد الآن لم نرى أي تقدم في مسألة إعمار هذه المدينة. هذا الملاحظ في مدينة الموصل. نعم، ما هي الحاجيات الأساسية التي هذه العائلات وغيرها هم بحاجة إليها، خاصة كما ذكرتم في ظل الغياب شبه الكامل للخدمات التي يتعين على الحكومة توفيرها وتحسين أوضاع الأهالي في الموصل؟ يعني كباقي العائلات الموجودة في العراق يحتاجون إلى الأمن، يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الدواء، فرص العمل ليست موجودة، فهذه يعني أنه الحياة معطلة أو شبه مشلولة، يعني ليست هناك حياة حقيقية في هذه المدينة، لم نلاحظ أن هناك حياة حقيقية في هذه المدينة. يعني غياب هذه الجهد الحكومي والمؤسسات غير الحكومية في أنه انتشال هذا الواقع اللي يعيش أهلنا في الموصل، يعني وترك هذه المدينة هكذا، يعني حقيقة أدى إلى معاناة إضافية كبيرة لأهل الموصل، وعدم وجود بارقة أمل في أنه تحل هذه المسائل الكثيرة والعالقة
والمسائل الضرورية في حياة الإنسان، يعني المراكز الصحية ليست موجودة، الأطفال احنا وزعنا في مدرسة، المدرسة عائلة للسقوط. هناك كرفانات يعني بديلة يعني معاناة الطلاب في المدارس، معاناة العوائل في الحصول على لقمة العيش، معاناة كبيرة جدا، وكما قيل ليس السامع كما رأى. يعني بدورنا ومن خلال منبركم نناشد المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدولية، يد مد العون إلى أهلنا في الموصل. ومما زاد هذه المعاناة هي الظروف المناخية السيئة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة. شكرا جزيلا لك مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دكتور أحمد الخطيب، كنت معنا عبر الهاتف من أربيلة.